اهلا بحضراتكم من جديد. الحقيقه زي ما قلت لكم قبل الفاصل، الدخله بتاعه المهندس عدلي القيعي وفيدو الغربال فرضت علينا فرض ان احنا نبدا نشوف مين اللي ما بيشوفش من الغربال، ومين اللي بيشوف، ومين اللي مش عايز يشوف. لانه في الاول وفي الاخر مؤكد انه في ظل النوافذ الجديده اللي بتتفتح والوسط الرياضي اللي تقريبا بيتغير، في اتجاهات ايجابيه كتيره احنا بنشجعها وحريصين عليها وداعمين ليها، بالذات لما ما يتعلق في علاقات الانديه الشعبيه مع بعضها. ولما بقول الانديه الشعبيه لازما يرتقي الامر للقمتين الاهلي والزمالك. العلاقه بين الاهلي والزمالك علاقه مهمه جدا على المستوى الشعبي طوال تاريخ الكره في مصر والرياضه عامه. والتحول او التغييرات الاخيره في نادي الزمالك الشقيق شجعت الناس كلها على انها تبدا صفحه جديده. عشان كده اللي سمعناه من الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام سالم، وعصام سالم يا جماعه حد من اساتذه الصحافه المحترمين، عنده تجربه طويله جدا في الخليج، اشتغل لسنوات طويله في الامارات، اسم في الرياضه العربيه له قيمته، واسندت اليه رئاسه المنظومه الاعلاميه في نادي الزمالك. الكل تفائل والكل استبشر خير ان انت هيبقى في حد على قدر من الرصانه والمهنيه والتوجه السليم. ظهر مع الكابتن شوبير، فظهر ان هو الراجل ممسك بنفس الشماعات التاريخيه اللي تقريبا بتتردد بين الناس. ايه سبب التعصب؟ كابتن شوبير ساله يا باشمهندس ايه سبب التعصب اللي موجود؟ فقال الاستاذ عصام راي فيه ثلاث شماعات تاريخيين لقينا من المناسب ان احنا نقف عندهم شويه نسمعهم. بالنسبه لجماهير الزمالك كابتن احمد، هي تراكمات سنين خلقت جواه حاله من الاحباط وحاله من الغضب. يعني ايه سنين؟ خد عندك في يوم من الايام واحد عضو في اتحاد كره القدم قال طول ما احنا موجودين في الاتحاد الزمالك مش هياخد الدوري. ما سمعناش التصريح ده. اسمعني بس وانت لا اكيد والله وصلك ما اكيد وصلك والله ما سمعناش. واقول لك بالحروف والله حازم الهواري اجيب لك من الاخر اهو، يعني وهو غبت وانا ارد غبت. طب انا اقول لك حاجه والله ما سمعنا. طب اسمعني اقول لك حاجه يا فندم. الاستاذ علاء اسماعيل اللي انا وانت بنعتز جدا ان في يوم من الايام عرفناه، اقسم بالله ان قال لي انه سامع برضه هذا التصريح من حازم الهواري. اصل احنا الزمالكاوي برضه بنتلقاه لا بقى وما بننساهاش. حضرتك ما هو يعني حصل. عارف انا وعمرو الجنايني عمرو اصحاب جدا. تمام. عايز اقول لك عمرو لما بيتكلم خارج منصبه لا ده الدنيا يا نهار ابيض بنفضل نضحك نضحك الناس علينا من الحوار والهزار. طيب. والقيم. طيب. مش هتاخدوا بطوله ومش عارف ايه وانا اقول له مش عارف ايه. بيبقى في اطار يا استاذ عصام الطريقه بتاعت التصريح نفسه، لانه ما هو في عهد حازم يعني ربنا يعني ربنا يزنيته يا رب بالزبط. انه ما الزمالك خد بطولات وحصل على بطولات يعني يعني الجمهور ده بيتلقى دي. طب ما تزعلش مني ما تزعلش مني بالزبط. انا عايز حاجه ملموسه. في يوم من الايام المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضه السابق قال ايه؟ ان التقارير الامنيه بتقول لما الاهلي بيكسب المزاج المصري بيتعدل. ده اكبر زملكاوي في مصر. طيب طب ما هو بقى هو طب ده اكبر زملكاوي. اما الزملكاوي يسمعوا دي احساسهم ايه؟ خلينا اكمل. السيده جان السادات ربنا يديها طول العمر قالت في يوم من الايام برضه الرئيس السادات بتبسط لما الاهلي بيكسب. كل دي رسائل بتحبط الزملكاويه. خلينا واقعيين، اصل احنا في البلد واحد. تزعلش مني احنا في بلد واحد. تزعلش مني أوه. دي كلها هواجس، لكنه انا بس عايز اقول لحضرتك الدنيا الفتره دي بقت صعبه شويه، مش عايز امشي ورا هواجس، عايز امشي مش هواجس والله هواجس. انا بقول لك والله انا بروح لك على الاساس والله هواجس اللي كله هواجس. بعرف لك هواجس اسمعني بس خلينا اكمل لك خلينا اكمل لك. الناس حتى متحسسه من النقل التلفزيوني وصلت الى هذا الحد، مشغوله قوي من المخرج. وصلنا الى هذه النقطه ليه؟ اللقطه بتبقى كلوز قوي لما تكون في مشكله للزمالك او لاعب عامل اي انفعال. الثانيه يعني هنا هقول لك بس صغير رؤوف الرحيم وهنا شديد العقاب. انا بقولها لك معلش بنقل لك مشاعر جماهير. نعم. لازم الناس تحس بده عشان نعالج اسباب هذا الغضب وهذا الاحباط. لابد نروح للجذور عشان ما نمشيش لقدام وعندنا مشكله كبيره ورا. اخر حاجه لابد ان انا انقل لك مشاعر الجماهير، وهنا يبان اصل المشكله. احنا بنتكلم بلسان الجماهير، مش احنا اللي بنودي الجماهير في المنطقه المسؤوله اللي احنا عايزينها. ده مربط الحصان. لو الكلام على المخرج التلفزيوني برضه كآخر الكلام، مخرجين التلفزيون في تاريخ التلفزيون المصري غالبيتهم زملكاوية، وشفنا حتى في لقطة نهضة بركان وجنش والكرة جوه الشبكة والفريق المغربي ملقاش لقطة يقدر يعيد منها، وكثير من هذه اللقطات.
لكن خليني اقف عند الثلاث شماعات التاريخيين اللي شايفين ان احنا من الامانه نناقشهم مع الاستاذ عصام سالم ومع كل من ينتمي او يتبنى هذا الراي.